بإذن الله. طيب احنا احنا الان ما بعد خلصنا، ولكن اخذنا جزء بسيط بس من نجاحات وامنيات فيصل ومن الكلام. فيصل انا باخذك على جهه ثانيه بعيده شوي. انا اعرف جهاتك هذه. قول. طيب فيصل، بعد الثوره الجميله اللي حصل لها فيصل في الفتره الاخيره، حلو، فيصل تواجهت المشاهير كثير. اوه مزبوط. مزبوط. هل واجهت فيصل الجميع من المشاهير؟ واجهتهم لصناعه، يسعون لصناعه محتوى فيصل؟ نعم. او البعض منهم لصناعه محتواهم فقط؟ نعم. شوف انا والله، شوف انا ما بيظلم الكل، لكن لقيت الطيب ولقيت اللي يدور مصلحته حقه بيوم، حلو، ولقيت اللي ما عنده سالفه، ولقيت اللي يوعد ويخلف، ولقيت اللي يوعد ويوفي. فقابلت كذا نوع، لكن الرجال يبقى على رجولته. يا سلام يا سلام. واللي يمين يسار يبقى على يمين يسار. واضح يعني، ها؟ واضح. شايفينك سيدة. واجهت فيصل يعني واجهت صعوبات في هذا الشيء وإحراجات في هذا الشيء؟ لا لا لا، إذا يعني إذا الواحد يعني ما يعني زي ما تقول يعني ما 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 يشوف إن الموضوع، يشوف إن الموضوع حقه بدقيقتين ثلاث دقائق وينتهي. إيه؟ هذا إن هذا بس جاي يصنع محتوى هو. طبعا ما في اليوم شيء. انا الحين ما عندي محتوى في جوالي. إيه؟ بجي عند اخوي بقول له هلا والله، هلا والله يا غالي، هلا والله، هو الحدث حق اليوم. إيه اصلا اي إيه؟ بصور معه وخلاص بطلع مع الباب، ما عاد في شيء يعني. ما انا رحت يعني واجهت بالمشاهير. انا اتكلم، شوف انا ما اتكلم كجمهور، في جمهور يتشرف. لا اتكلم كمشاهير اللي يواجه فيصل. اي انا اتكلم كمشاهير السوشيال ميديا، لان هذه حقوق على كل المشاهير. مشاهير لهم في حقوق عليهم انهم يساعدون بعضهم فيما يرضي الله سبحانه وتعالى اولا، ويرضي ثم يرضي الجمهور. يعني بحاجه يا اخي يستفيد منها الجمهور، في حاجه يا اخي. انا ما اتكلم معك في العاطفه او معاطفه، لا. لا انا لو جيت كفيصل وصورت معك وصنعت محتواي ومحتواك، فمعناتها اني انا جاي اقوم نفسك نقوم انا وياك سوا، صح؟ صح. لكني انا معلش، انا شفت فيه بعض المشاهير سعوا لصناعة محتواهم في يوم ويومين وراحوا عن فيصل. يا أخي يا مسفر، لو أني في مكانك هنا والله كان، ترى أنا ما حد شايف قلبي والله، لو أني في مكانك هنا والله لا أقول، ترى الإنسان كذا 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 كذا. لكن إذا جيت مكانه إن شاء الله أقول. لا بالعكس، خذ راحتك الآن، خذ راحتك. والله شوف كذا مو مشهور، كذا 20 مشهور. 20 مشهور هذولي ما يدورونك أربع سنوات خمس سنوات، ما حد يدورك. إيه؟ فجأة يوم ليلة أنت شوي فوق يعني أصدمت. أوه صرت حبيبهم الحين. شوف أنا بقول لك شيء فيصل، لا أنا بقول لك شيء في هذا الموضوع. هذا الفطرة البشرية، أشوف أن الموضوع هذا أنه موضوع طبيعي جدا جدا جدا، ما ولا يأثر على الإنسان. إيه؟ وهذا أمر طبيعي. أنا مشهور وأنت ما أنت مشهور، وانشهرت، حلو، جيت في مصاف المشاهير. ايش معناته مشهور؟ معناته عنده منصه فيها رقم عالي. هذا هو المشهور. زين انا هنا طبيعي اني بميل لك. ليش؟ لانك انت وصلت الى المنصه اللي انا فيها، فبمسك لك واقطع لي وتمسك لي واقطع لك، والدنيا كلها مصالح. هذا صحيح يا بدر. زين لكن معلش فيصل، لكنك بتخلي الشيء هذا. انا انشهرت خلاص، وينهم ذولا عني ما شهروني؟ وينهم وينهم؟ لا مو صحيح الكلام هذا ابدا. قلت بقطع لك وتقطع لي. اي هذا غير. متى انا قطعت؟ انا ركزت في هذه ترى. ايه؟ قلت انا اقطع لك وتقطع لي. ممتاز. طيب هو قطع، هو انت قطعت له، لكن هو ما قطع لك. صح، هذا اللي انا بوضحه. فقلت انا ركزت في هذه. كي تستمر في نجاحاتك. ايه؟ يجب عليك ان تتجاوز هذه الامور. اكيد. ايه؟ لان انت تشوف نفسك. طيب انت ناجح؟ تشوف نفسك انك نجحت؟ لا وباقي. واكبر دليل انك نجحت ايش؟ ان المشهور نزل لك او جاك وقطعت له انت ومشى وخلاك. يعني احتاجك المشهور، صح؟ انا ما اشوف بدر من بعد الله. انا مع الاسف انا ما اشوف المشهور نزل فيصل، انا اشوف مشهور طلع فيصل لانه تعلم. لا لا انا اتكلم البعض، انا ما انا ما نعمل نزول أنا نزول بس. لا فيصل بعض. لا نزول انا اكلم قصدي في الكلام نزول المشهور. إيه؟ الفيصل اني اتكلم فيصل في بداياته. اي في بداياته، في بداياته. صح. فجاء عند فيصل علشان يدخل ترند، ولا علشان فيصل يدعمه بكلمه، اخذ مصلحته من فيصل ومشى. ان حط فيصل هذا الموضوع في قلبه، وهذا ليش سوى وهذا ليش سوى، ثق تمام الثقه ان فيصل راح يبقى في مكانه. محلك بعد الله، محلك راوح، ما راح يتحرك.
عرفت؟ لكن هذه هي هذه الحياة. هو لو ان فيصل ما نجح ما جاه وطلب منه ان الدعم. هنا اللي يفرح فيصل ان فيصل الان صار هو اللي يدعمهم. الحمد لله. بالعكس هذا شيء ما يزعل، هذا شيء يفرح فيصل انه سوى انهم يجون عشان فيصل يدعمهم. امر طبيعي. لكن تدري وش المقصد؟ المقصد يا اخي احنا اصلا احنا سواء انا دعمته ولا هو دعمني احنا اصلا مدعومين من المنصه هذه نفسها. ممتاز احسنت. انا وياك مدعومين. انت اللي في نفس المنصه انا وياك مدعومين. احسنت. لكن لما تبغى تاخذ شيء من الانسان خذ طريقه محترفه. خذ طريقه حلوه. احسنت. طريقه واضحه. يعني خليك واضح يعني. حسنت. خليك واضح. إيه؟ انا جايك ابغى الشيء هذا بس. وانا كذلك جايك ابغى الشيء هذا نفس اللي تبيه انا ابيه. ممتاز. اي لكن لا تجيبها من ورا وانا فاهم انك تبيه. انا جيتك واضح لكن ما جيتني واضح. احسنت. فهذا اللي انا بوصله يعني. انا ليش اقول كلام هذا فيصل؟ العتب على طريقه التعامل. فيصل طبعا انا اعرف فيصل من 5 سنوات وبيني وبينه تواصل في السناب ومن ذا الكلام. لان حصل اللي هو صار احتفالية بسيطة بيني وبين أخوي فيصل، أنه يعرف مقامه عندي وأنا أعرف مقامي عنده. لبى قلبك والله. لاحظت وشفت وجوالي ذاك اليوم ما وقف، أنا يا مسفر ما وقف جوالي. ومن أشخاص يعني أنا استغربت كثير مرة. أنا ما كنت ناسيهم يعني مثل كثر ما نسوني كنت ناسيهم. فجأة إلا الجوال يدق يدق يدق. رديت نعم. قال نبي فيصل. تذكرها فيصل أنت؟ إيه؟ اشخاص يعني ترى مو واحد ولا اثنين ايه نعم. مو واحد ولا اثنين ترى اكثر من كذا. مع احترامي وتقديري يا اخي الجمهورك اللي تابعك انت المشهور هذا يا اخي خل الانسان يكون في وجهه حياء شوي. ليش؟ لاني اعرفك وعرفتك بعدها انك اخذت بس تبي فيصل عشان تطلع محتواك وبعدها ما صرت اصلا تعرف ميسي برميته وبعدها خليت فيصل. لك صنعت لك محتوى وسحبت على الدعوه كلها. أيوة. فما زال فيصل في القمه ويتعلى على القمه، فيصل باقي صعوده في القمه. ولكن انت هذا اللي انت مشيت في الموضوع في الكلام هذا ومشيت في الموضوع هذا مثل ما قالوا شايفينك وعارفينك ترى. يعني ما يحتاج انك تتلاعب من وراء التريلات ما يجي. معليش ابو مسفر انا بكون انتم الان قتلتوا جمال وابداع فيصل بهالحوارات اللي لا تقدم ولا تاخر. أكون معك إبداع فيصل ونجومية فيصل وجمال فيصل أكبر من موضوع هذا جاء وهذا جاني وهذا جاء هذا خلاص يجب أن يتجاوزها فيصل ولا تبقى في قلبه لا عن طريقي ولا عن طريقك ولا عن طريق أي واحد. بدر أنا أتكلم يا بدر عن صناعة شوف كل المشاهير مطالبين أنت حتى أنت شريحة عندك مطالب يا بدر وأنا مطالب وفيصل مطالب بنقدم شيء المجتمع صح لا أكيد. انا اتكلم عن الفئه اللي تسعى لمصلحتها فقط لظهورها بس تبي ظهورها فقط ممتاز. الفئه انت تعرف الفئه ذي تعرفه لما يجيك وانت تعرف انه جاي بياخذ منك حاجه ويمشي تعرفه عرفها فيما بعد ولا فيما بعد عرفته عرفتها فيما بعد عرفته طيب وش سويت سحب شو سويت يوم عرفت ايش سويت وش حد اسوي ما حد يقدر اسوي شيء خلاص الدنيا دوار عليك ممكن انت عرفته اليوم فسوى الحركه معك هذه اليوم الدنيا صغيرة تيجي بكرة في اللي إن شاء الله أطيب مني ومنك يجي اللي بيداوب يكون معك وبيدق عليك نفسه فهنا أنا هنا في الموقف هذا بشوف مسفر هل حيسويها ولا ما حيسويها حلو إيه هنا في هذا الموقف أنا 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 من الناس اللي كنت أطالب مسفر إنه ينشر حسابي أنا كنت أطالب على مسفر ينشر حسابي ما كان ينشر حسابي افا ويوم دخل البرنامج مسفر ادق عليه عشان ابارك له ما يرد افا لا ما يسويها والله لا هذا هذا وش هو؟ لان سويته عتب يعني شوف هذا اصلا انا جالس اعاتبه قبل ساعتين لانه اخذ الاول في السوق ولا عاد رد علي فانا جالس اول واحد رديت عليه هو في السوق اول يوم توجت المركز الاول اول واحد رديت عليه انت بالغلط رد بالغلط يقول ما قال يعني برضو حتى وانا رد عليك صرت بالغلط قلت مرحبا يا ثامر قلت انا مسفر ما يبي ثامر في وقتها برضو اي نعم تدري ان رقمك انه من اوائل الارقام اللي كان مخزن عندي من قبل انا لا ادخل الاعلام كله الله يسلمك